محتاجين ان احنا نعالج كل الاخطاء اللي فاتت. ماشي. الاخطاء اللي فاتت دي كان واحده منها على سبيل المثال وجود حمدي فتحي في المرحله بتاعت الاستحواذ كتير. حمدي في حاجه اسمها كده اللي هي فوتبول اكشن، اللي هي الاحداث الكرويه، التمرير، استخلاص الكوره، صناعه الفرص. اساسيات بالظبط. حمدي فتحي عمل 60% بس منها، يعني 40% خاطئه 60% صحيحه. ده ليه؟ لانه بيبقى موجود في مكان هو مطالب فيه بصناعه اللعب، عمل ادوار هو غير قادر على تنفيذها بشكل جيد، زي مثلا وجود النني على حدود منطقه الجزاء والمطلوب انه يحميها، فمش قادر يعمل ده. فانت محتاج انك تعكس الادوار، او كل الناس عايزه مروان عطيه، او انك تخلي حمدي فتحي يبعد عن الدور ده، تستنى على حمدي فتحي لحد ما يوصل داخل منطقة جزاء المنافسين ويديله الكرة الطولية. دي حاجة جدا في اللعب بالهيد، فيبقى زيزو على الجنب، حمدي فتحي ما يستلمش على حدود المنطقة، يستلم داخل منطقة الجزاء، النني ما يتسابش لوحده، أو لو يبقى مروان عطية هو الموجود مع إمام عاشور للحماية، عمر مرموش واحد من اللاعبين الجيدين، بس في نقطة تانية وراه، حمدي محمد حمدي دقة العرضيات بتاعته 29%، دي عظيمة، بعيدة قوي، مرتين من 7 الكرة بتوصل، 1 من 6 الكرة بتوصل، علما بأن عندنا مصطفى محمد في منطقة الجزاء، يعني ما اقدرش ألومها ان هو بيرفع العرضية ومفيش حد كويس داخل المنطقة. فبالتالي غير بقى انه 4 أخطاء دفاعية في التغطية العكسية في الماتشين، فلا احنا في أمس الاحتياج ان ده يقل. طب هيحصل ايه بكرة؟ لو عملنا الحاجات دي احنا تمام جدا. ان شاء الله نقدر نكسب. شوف يا استاذ عمرو، انت لازم تحط معطيات منتخب مصر كده قدامك على الترابيزه. اي مدير فني بيحط معطيات فرقته قدامه على الترابيزه. احنا عندنا بكره 4 حاجات لازم نشتغل عليهم في النواحي الهجوميه. خلاص ما فيش صلاح. طيب اول حاجه الكرات اول حاجه اقوى سلاح عندك دلوقتي هو الراسيات بتاعت مصطفى محمد. عندك تاني واحد بيلعب براسه كويس جدا هو حمدي فتحي. والثالث لو الكروس معمول من الطرف اليمين لو بدأ بيه بكرة عمر مرموش، لأن عمر مرموش سبق لي أنه مع وادي دجلة لعب مهاجم وبيقرب من المنطقة دي مع أينتراخت فرانكفورت، لأنه أينتراخت فرانكفورت بيلعب ب3-5-1-1 وعمر مرموش دايما بيكون متواجد. فإذا أول سلاح عندك هو الكرات العرضية، واللعيبة اللي ذكرناها لازم يكون ليها دور. تاني نقطة عندك وهي الطرف الشمال انطلاقاته، سواء تريزيجيه اللي لعب او عمر مرموش اللي لعب، عندهم الانطلاقات في الطرف الشمال، عندهم استخدام المهارة لما بيدخلوا ال18 يقدر يجيب لك ضربة جزاء او حتى يقدر يفنش الكرة مباشرة. دي تاني حاجة لازم نشتغل عليها بكرة. تالت حاجة لازم تشتغل عليها بكرة التسديد. ما ينفعش يبقى عندك لعيب زي زيزو رجله ما شاء الله الله اكبر تقيل قوي، ومصطفى محمد، وكمان الراجل الموهوب في التسديد هو اللي حالتنا في مصر كلها اصلا بيسدد من بره ال18. عارف ان هو مش على هواك بس ده مصر اللي بتلعب بكره، امام عاشور. يبقى لازم اشوف تسديدات زيزو، لازم اشوف تسديدات مصطفى محمد، لازم اشوف تسديدات امام عاشور، وممكن حمدي، لكن الاميس في التسديدات قبل حمدي. دول ادي تالت حاجه لازم نشتغل عليها. رابع حاجه بقى لازم نشتغل عليها وهي حاجه بنعتبرها اضافيه لكن بقت مهمه جدا، لان كاستات وايز في الكوره النهارده بيقولك 30 او 32% من اهداف كره القدم اصبحت بيتم تسجيلها من ضربات ثابته. فاذا انت ما ينفعش تغفل او تهمل الضربات الثابته. يا استاذ عمرو انت عندك مثلا، انت عندك بكره لازم تشتغل على الضربات. ليه؟ انت بس مباراة غانا انت سجلت عن طريق السنتر باكين والفار لغاها مميز في ضربات الراس، عندك محمد عبد المنعم مميز في ضربات الراس، عندك حمدي فتحي مميز في ضربات الراس، عندك مصطفى محمد مميز في ضربات الراس. فاذا لازم تشتغل على الضربات الثابته. لو اشتغلت على النواحي الهجوميه دي لا الا ولو ديت يا جماعه كل واحد يقول لي لو ما هو انا مش مغسل وضامن جنه. ما هو انت لازم تشتغل على ما ده التعليم الاجنبي بقى. ما هو انت لازم بتشتغل على الاربع اسلحه دي. اشتغلت عليهم لا احساسك ايه يعني هنصعد؟ احساسي باذن الله انا متفائل زي انا متوقع، شايف ان بنفس سيناريو البطوله اللي فاتت عزيز سبحان الله. يعني حتى البطوله اللي فاتت اكرم توفيق لو تفتكر لعب مباراه نيجيريا وجاله رباط صليبي واشترك عمر كمال عبد الواحد، والمباراه المره دي في اول بطوله محمد هاني اللي اشترك وبعد كده بدا يكمل المشوار عمر كمال عبد الواحد. فشايف ان هي ان شاء الله، عارف المسرحيه اللي بتقول لك هي اول طلعه صعبه وبعد كده هنفتح الرابع باذن الله. مبسوط من التواصل بين اللاعبين في الملعب، حتى اخطاء التمريرات زياده عن اللزوم، تحس ان مفيش 2 لعيبه بيكلموا بعض او يتمرنوا مع بعض. لكن متفائل بكره. ليه؟ لان احنا نهينا الماتش اللي فات ضغطين ضغط
السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. ضيفنا النهارده عمرو اديب وجايب احمد عز وتامر بدوي بيتكلموا ماذا يحصل في مباراه كابارتي او الراس الاخضر غدا ان شاء الله بدون محمد صلاح. بدون محمد صلاح لان خلاص محمد صلاح غادر الى انجلترا لفتره علاج، وخلاص منتخب مصر 26 لاعب، فمحمد صلاح استبعد خلاص اكنه ما اتضمش. يعني خلينا بص في ورقتك دلوقتي وبعد كده نتكلم في موضوع محمد صلاح. محمد منتخب مصر يقدر يصعد؟ يقدر يصعد. الكرات العرضيه او الكرات الثابته اللي منتخب مصر المفروض يلعب عليها ده سلاح قوي جدا، لان في فرق كل هي بانيه عليه هي الفاولات المباراه 18 او ضربات الكورنر او الكرات الثابته مع رزح. وانت عندك زي ما قال كابتن تامر بدوي واحمد عز، عندك ناس كتير بتلعب بدماغها، عندك محمد عبد المنعم، عندك مصطفى محمد، عندك حمدي فتحي والتسديد، عندك زيزو، عندك امام عاشور، في اسلحه. لعيبه منتخب مصر لعيبه كويسه جدا واثبتت ادائها واخلاصها وروحها القتاليه في الشوط الثاني في مباراه غانا. واستنى رايك في التعليقات. تحياتي احمد الخواجه، حبيبي الخواجه.